مباشرة بعد استقبال صاحب الجلالة الله ينصره وتعيني كرئيس للحكومة وكلفني وشرفني باش نتكلف يعني بتشكيل الحكومة، بدينا واحد العدد ديال المشاورات هذا الأسبوع اللي كتنتهي اليوم في الدورة الأولى ديالها، واللي يعني أولا فريق حزب العدالة والتنمية في شخصية سعد الدين العثماني اعتذر، وكذلك اليوم السيدة الأمينة العامة نبيلة حتى هي اعتذرت وبلغتني بأنه إن شاء الله غادي تكون في يعني في المعارضة. قمنا خلال هذا يعني الحوارات اللي كاين اللي كانت مع السادة قادة الأحزاب السياسية، وكانت يعني حوارات جد مهمة ومثمرة، واللي كل واحد أعطى التصور ديالو التقدير ديالو بالنسبة لهذه المرحلة. اللي نبغي نشير ليه إن شاء الله بأنه ابتداء من الآن غادي يكون يعني كذلك مشاورات يعني منتظمة، اللي غادي إن شاء الله باش نحاولوا باش نتوصلوا باش تبدا تبان يعني الملامح، كنقلب عليها تبدا تبان الملامح إن شاء الله ديال الأغلبية خلال الأسبوع المقبل إن شاء الله. دونك بلي غادي نوصلوا الأسبوع المقبل وتكون الملامح ظاهرة، احنا غادي نستدعوا الصحافة إن شاء الله باش نعلنوا على أشنو هي الأغلبية. شكرا لكم للمتابعة والأهمية اللي عطيتوا للمواطنين باش تعلموه بهذا المشاورات اللي كاينين، وإلى اللقاء نتمنى على الله في الأسبوع المقبل إن شاء الله.